السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي. يوتيوب جديد، خطوات عمل الكلب. هذا الشكل اللي شوفوه، خطواتها سهلة بسيطة. الصوف اللي استخدمت ثلاث ألوان مثل ما تشوفوهن، والأبرة اللي استخدمت أبرة 5.5. خطواتها سهلة وبسيطة، وبقوا وياي خطوة بخطوة وإن شاء الله نسوي سوا. راح نسوي القدم بهذا الشكل، ظاهر أمامنا. نستخدم اللون الأبيض، راح نرتفع 5 سلاسل. واحد، 2، 3، 4، 5. ارتفعنا 5 سلاسل. راح نبدي من الغرزة الأولى، أو الأحرى هاي الغرزة الأولى. الغرزة الثانية راح نسوي 3 غرز. 1، 2، الغرزة الثانية والغرزة الثالثة. كملنا 3 غرز. هسا الغرزة الرابعة راح نحوك بها 3 غرز. 1، 2، 3. حكنا 3 غرز. بآخر غرزة نحاول نسحب الخيط ويانا بالشغل، راح يبقى لنا هنا 1، 2، 3، 4 غرز. أول 3 غرز راح نحوك غرزة فوق كل غرزة. 1، 2، 3. حكنا 3 غرز، غرزة فوق كل غرزة. تبقى لنا آخر غرزة راح نحوك بها 3 غرز. 1، 2، 3. كملنا هذا الشكل. نحسب عدد الغرز عندنا، 12 غرزة. 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. عندنا 12 غرزة. كملنا السرة الأول، هسا نسوي السرة الثاني. راح نحوك 3 غرز، غرزة فوق كل غرزة. 1. بس قبل ما نكمل نحط علامة على أول غرزة بدينا الشغل بيها، حتى نعرف مكان الشغل اللي بدينا من عنده. هن قلنا نحوك 3، هاي 1، 2، 3. حكنا 3 غرز، غرزة فوق كل غرزة. هسا 1، 2، 3، هاي 3 غرز القادمة راح نحك بكل غرزة 2. أول غرزة 2، ثاني غرزة 2، ثالث غرزة 2. كملنا 3 غرز، كل غرزة بها غرزتين. هسا ورا ما كملنا راح نحوك 4 غرز. 1، غرزة فوق كل غرزة. 2، 3، 4. حكنا 4 غرز، غرزة فوق كل غرزة. هسا بقالنا غرزتين. أول غرزة راح نزيد، 1، 2. أول غرزة قلنا نزيد، أول غرزة سويناها، هاي ثاني غرزة. راح تبقى لنا غرزة، نحوق غرزة فوقها. كملنا السر الثاني، عندنا عدد الغرز 16 غرزة. هسا بعد ما كملنا ايش راح نسوي؟ احنا دائما نحوق بهذا الشكل. هسا راح نريد نسوي الحافة مع القدم بهذا الشكل اللي تشوفوه. راح نحوق من الخلف بين الغرز، يعني هاي اول غرزة. بس اوخر العلامة حتى اشوف لكم. أول غرزة وثاني غرزة راح نحوك بهذا الشكل، هاي أول غرزة، ونكرر بالغرزة الثانية. إحنا عندنا 16 غرزة، نحوك بهذا الشكل. 1، نحط العلامة. 2، نسحب الخيط، هاي أول غرزة. الغرزة الثانية نجي بهذا الشكل. 2، نكرر الغرزة الثالثة
بهذا الشكل. احنا قلنا هاي الخطوة نسويها حتى تطلع لنا الحافة او اطراف القدم. نجي على الغرزة اللي بعدها نحوك بهذا الشكل، والغرزة اللي بعدها كذلك. الغرزة مثل ما قلنا بهذا الشكل، هو شوية بيها صعوبة، مو صعوبة وإنما إنه هاي الشغل ما مشتغلي من قبل، فشوي شو بيه صعوبة. هسه مثل ما تشاهدون صار عندنا الحافة، نكمل إلى أن نوصل نهاية الخيط نفس الخطوات. بعد ما كملنا تبقى لنا الغرزة الأخيرة بهذا الشكل. هسه صار عندنا هذا الشكل. هسه نحسب عندنا عدد الغرز 16 غرزة، 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16. بس نتأكد أنا حسبتها، 2 4 6 6 8 10 12 14 16. نعيد نحسب، 1 2 4 6 14 16 غرزة. صار عندنا 16 غرزة بهذا الشكل. بعد ما كملنا راح نحوك، هسه نحوك حياكة طبيعية، غرزة فوق كل غرزة نحط العلامة. احنا عندنا قلنا 16 غرزة، نحوك غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز 16 غرزة. قبل ما نكمل شغل القدم راح نحط قاعدة أسفل القدم، أو تقدرون أنتوا تستخدمون خشبة أو ورقة قوية حتى تثبت القدم. دخلها لأسفل مثل ما تشوفوا، صار عندنا قاعدة هذا الشكل. بس بعد ما خلينا القاعدة، هسه وصلنا السرعة الخامس، راح نحوك 4 غرز، 1 2 3 4. حكنا 4 غرز، غرزة فوق كل غرزة. هسه راح ننقص 4 غرز. واحد، 2 3 4. نقصنا 4 غرز، تبقى لنا 4 غرز. نحوك غرزة فوق كل غرزة، 1 2 3 4. هاي كملنا، صار عندنا هذا الشكل. هسه صار عندنا 12 غرزة، كملنا السرة الخامس. هسه وصلنا السرة السادس، نحوك أول 3 غرز، 1، نخلي العلامة، 1 2 3. حكنا 3 غرز، غرزة فوق كل غرزة. هسا راح ننقص 3 غرز، 1 2 3. نقصنا 3 غرز، راح تبقى لنا 1 2 3، تبقى لنا 3 غرز. نحوك غرزة فوق كل غرزة بدون ما ننقص، 1 2 3. هسه بعد ما كملنا السر السادس، صراح نحشي. بعد ما حشينا صار عندنا هذا الشكل. هسه راح نحوك سراوين، نحوك السر السابع والثامن، نحوك غرزة فوق كل غرزة بدون ما ننقص. واحنا عندنا عدد الغرز 9 غرز،
نحك سراوين غرزة فوق كل غرزة ونرجع. بعد ما كملنا سراوين بهذا الشكل هسه راح نغير اللون. آخر غرزة راح نغير بها اللون. نقص الخيط، نستخدم اللون الأساسي اللي استخدمناه لعمل الدمية. هو هذا النوع الصوف نحس ما يتحمل انه احد يقطعه او نستخدمه مرة ثانية. نستخدم بس مرة واحدة مثل ما تشوفون. شوي ناخذ خيط اطول حتى ما ينقطع. ندخل بواقي الصوف للداخل. هسه احنا عندنا قلنا 9 غرز. راح نروح نحوك غرزه فوق كل غرزه. احنا دائما نحوك بهذا الشكل. هسه راح نحوك من الداخل، نحوك غرزه فوق كل غرزه بس من الداخل. واحد، نكرر مره ثانيه، من الداخل نحوك غرزه فوق كل غرزه. نحوك غرزة من الداخل، عندنا 9 غرز. نحوك غرزة فوق كل غرزة سنحوكها من الداخل مثل ما ذكرت. لنا غرزتين نكملها. الغرزة الأخيرة بهذا نكون كملنا بهذا الشكل. بعد ما كملنا سنحوك غرزة فوق كل غرزة الحيكة الطبيعية اللي نحوكها كل مرة. نحوك 9 غرز، غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل. بعد ما كملنا راح نحوك الجزء الخارجي من الحذاء. هذا الصوف نسوي نجي على أول غرزة اللي غيرنا بها اللون. نحاول نسحب الخيط بس نوخر الماركر. نرتفع سلسلة وراح نحوك غرزة فوق كل غرزة من الخارج. أول غرزة، ثاني غرزة، ثالث غرزة إلى أن نوصل المكان بدينا من عند الشغل. ونحاول نسحب الخيط من قطعة أو نعقدة. نحاول نسحب الخيط ويانا، نحوك بهذا الشكل. واحد، نجي على الغرزة الثانية هذا الشكل ونسحب الخيط. اثنين، صار عندنا. ومثل ما قلت نكمل الى ان نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل. بعد ما كملنا بشكل دائري هسه الغرزة الاخيرة نحاول ندخلها بأول غرزة ونسحب خيط بهذا الشكل. نكون كملنا. هسا ندخل الخيط للداخل. هسا نحشي حتى نكمل الشغل. بعد ما حشينا هسه راح نحوك سراوين غرزة فوق كل غرزة. احنا عندنا 9 غرز،
نحك سراوين غرزة فوق كل غرزة ونرجع. بعد ما كملنا سراوين صار عندنا هذا الشكل مثل ما تشوفوا، القدم الأولى والقدم الثانية. اليوتيوب القادم نكمل.